أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأيكم في كتاب آيات الرحمن في جهاد الأفغان، وهل ما ذكر فيه من الكرامات التي وقعت لهم حقيقة؟ الله أعلم، أنا ما شفت الكتاب ولا أدري، ولا أدري من اللي مألفه أيضا، ولا أدري ما هي هذه الآيات، الله أعلم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.